أذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعرضت لمؤامرات دنية لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد التي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفيتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر على تفكيك الألغام، أقول الألغام التي زرعها هؤلاء المفسدون في مختلف قطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيارين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن والحارسين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي.